علموني في كلام الله باش ندخل باب الجنة، باش ندخل باب الجنة. الطلبة المشايخ الكرام وعلى رأسهم الشيخ سيدي عبد الرؤوف بن عبي حفظه الله، الشيخ محمد يحيى الكنتي حفظه الله، الشيخ إياس أيت العربي حفظه الله، وباقي مشايخ الزوايا كل باسمه وجميل واسمه، وأيضا طلبتهم الكرام والأئمة الفضلاء وجميع من حضر معنا في هذه الأمسية الطيبة. نستهل أول هذا الحفل بتلاوة آيات من كتاب الله العزيز يتلوها على مسامعنا الشيخ العروسي عمامرة حفظه الله، فليتفضل إلى المنصة ليشنف أسماعنا بكلام رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وآتوا اليتامى أموالهم، ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب، ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، إنه كان حوبا كبيرا. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. صدق الله العظيم. بلغ رسوله النبي المصطفى الكريم، ونحن على ما قال خالقنا ورازقنا ومولانا من الشاهدين. يحضر معنا في هذا الحفل فرقة الإنشاد، فرقة الريحان للإنشاد هي حاضرة معنا في هذا الحفل، والتي أيضا سيكون لها نصيب من هذا الحفل من خلال بعض الوصلات الإنشادية. ندعو أعضاء هذه الفرقة للتفضل إلى
المنصة بارك الله فيه سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد أيها الجمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حللتم أهلا ونزلتم سهلا، مرحبا بكم في مدينة العلم والعلماء مدينة رأس الواد. اليوم عرسان، عرس ابن ماء الشيخ عيسى الصويلح، أسأل الله عز وجل أن يرزقه ذرية صالحة طيبة مباركة، ونتمنى له التوفيق في هذه الحياة الزوجية. والعرس الثاني هو حضور كل من العلماء وعلى رأسهم الشيخ عبد الرؤوف بن علي والشيخ يحيى الكنتي والشيخ الياس آيتس العربي، وكذلك شيخ زاويد سيد حسن شيخ مراد والشيخ علي مراكشي وجمع من الأئمة والطلبة. نسأل الله عز وجل لهم التوفيق كما أفرحونا، نسأل الله عز وجل أن يدخل على قلوبهم الفرح والسرور يوم القيامة. ومرحبا كذلك بالفرقة الإنشادية التي أتت تشنف أسماعنا، ونسأل الله عز وجل أن يفرحهم كما أفرحونا. وكل باسمه ورسمه ووسمه مرحبا بالجميع، وأخص بالذكر رئيس الدائرة، أسأل الله عز وجل له التوفيق، وكذلك رئيس البلدية، وجزاه الله عنا خيرا أن سخر لنا هذه القاعة، فبارك الله فيكم جميعا وحللتم أهلا ونزلتم سهلا، ونسأل الله عز وجل التوفيق للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام على المختار من خيرة الأمم، وأفضل مبعوث به الرسل قد ختما، من أطواع الخضر
وتجلى. والتي الكلمة الأولى منها ستكون لسيدي محمد يحيى الكنتي حفظه الله، فليتفضل سيدي محمد يحيى الكنتي بهذه الكلمة الأولى في هذه المناسبة الطيبة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لئن قدمت في هذا المحفل الطيب فهنالك من هم أولى بالتقديم مني، ولكن كم من آخر في رتبة التقديم. تأبى هذه البلدة الطيبة إلا أن تولى رأسا كانت رأسا حين عكست وما تزال ثراء وغنى وتنوع هذا الشعب العريق. تكاد تكون كل مكونات هذا الشعب العريق منصهرة هنا في بوتقة واحدة في رأس الوادي. كانت رأسا وما تزال حين جمعت بين القرآن والحديث في الوقت الذي كانت فيه حواضر الجزائر متخصصة في أحد هذين العلمين. كانت قسنطينة مدينة الحديث، ونذكر جميعا الحديث المسلسل بن قسنطينيين، وكانت بجاية مدينة فقه ونوعا ما تصوف، وإن كانت ورثتها تلمسان في مجال التصوف حين هاجر إليها سيدنا أبو مدين الغول ومن معه من آل ابن مرزوق الذين جاءوا إلى بجاية من هنا. وكذلك المقريون الذين جاءوا إلى بجاية من هذه الربوع الطيبة. إذن تأبى هذه البلدة إلا أن تغل رأسا حيث تجمع في هذه الليلة الطيبة المباركة وجوها
نجرة خيرة من هذا الوطن المعطاء من ربوعه كاملة. إخوتي الكرام، لعلني ما يناسب المقام في هذه الليلة الطيبة حديث أم زرع، وإن كان يتركبه القوم لأن فيه من غريب اللغة ما قد يحول بينهم وبين أن يستعلموا معانيه وما فيه من قيم. سيدنا الإمام البخاري أورد هذا الحديث في كتاب النكاح في باب حسن المعاشرة مع الأهل، ونحن بصدد حسن المعاشرة. المهم، روى الإمام البخاري بسنده عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها قالت: اجتمعت 11 امرأة، الصوت مسموع واضح، اجتمعت 11 امرأة من العرب وتعاقدنا على أن لا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا. قالت الأولى: زوجي لحم جبل غص على رأس جبل وعر، لا سمين فينتقى ولا سهل فيعتقى. يعني القطرة نتاع بعير صح ما فيهاش المخ، لا سمين النقى ينتقى، يعني ليس فيه المخ، النقى هو المخ، ولا سهل فيعتقى هو الجبل. قالت الثانية: زوجي العشنة، يعني طويل، إن أنطق أطلق وإن أسكت أعلق. قالت الثالثة: زوجي عياياء من العي، وهو من لا يعرف أن يقول خيرا أصلا، ما يعرف يتكلم، يجي باش يقول كلمة صالحة يعميها، يجي كحالها يعميها. زوجي عياياء طباقا يطبق عليها بصدره عند الجماع أكرمكم الكريم. زوجي عياياء طباقا كل دار له دار، شجك أو فلك أو جمع كلا لك. قالت الرابعة: زوجي لا أبث خبره، إن أذكره أذكر عجرة وبجرها، العجر عروق باطن الكف والبجر عروق ظاهر الكف، يعني إن أذكره سأذكر عيوبه الباطنة وعيوبه الظاهرة. قالت السادسة: زوجي كليل تهامة، لا حر ولا قر ولا مخافة ولا سلامة. صلوا على رسول الله، صلوا على النبي التهامي. تهام، هذه تهامة، تهامة تطلق توسعا على الحجاز، ولكن تطلق بشكل أخص على السهل الساحلي الذي يقع بين جبال الحجاز والبحر الأحمر، وفيها الآن مدينة جدة، وفيها مدينة ينبع من بين مدن أخرى. ومن خصائصها أنها إذا كان الليل حتى في الصيف يعتدل هواؤها بشكل عجيب، سواء كنا صيفا أو شتاء. زوجي كليل تهامة، لا حر ولا قر ولا مخابة ولا سهامة. قالت السابعة: زوجي المس، مس أرنب والريح ريح زرنب، زرنب نبات رائحته طيبة. قالت الثامنة: زوجي إن دخل فهد، وإن خرج أسد، ولا يسأل عما عهد. إن دخل هو معنى كفرمه الفهد أمس، وعلى الناس إن خرج أسد، على الناس يملي كما الأسد، ولا يسأل عما عهد، ما يقولوا على درته وعلى ما درته. قالت الثامنة: زوجي إن أكل إن شرب اشتف، وإن أكل لف، وإن اضطجع التف،
ولا يوج الكف ليعلم البذل، لا يعرف إن كانت لديها حاجة من الحاجات الطبيعية. قال في العاشرة لعلها، العاشرة قالت العاشرة زوجي مالك وما مالك، مالك خير من ذلك، له إبل كثيرات المبارك قريبات المسارح، إذا سمعنا صوت المزار أيقن أنهن هوالك، له إبل كثيرة هذا مالك، وتسرح اللاقريب على كيجي الضيف ينحر له من قريب، وكيجي باغي واحد باغي يمدلو يعني بعير ولا يمدلو ناقة باش يحلبها أو شيء يمدها له من قريب، وهكذا. وإذا يعني حضر السماع المزهر اللي هو العود، إذا حضر السماع إما ينحرها كلها ويطعمها الحاضرين، وإما أو جيران، وإما يا 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 يعني يعطيها يمدها بيدها. المهم وصلنا إلى من سمي الحديث باسمها هي أبو زرع. قالت أبو زرع زوجي أبو زرع وما أبو زرع وجدني في أهلي غنيمة بشق، يعني تسكن بشق في الجبل، تعرفون الشقة في الجبل لا يمكن أن تربى فيه إلا الماعز بالأخص حتى الأغنام مرات بالزرع. وجدني في أهلي غنيمة بشق فجعلني في أطيق اللي هي الإبل وصهيل الخيل ودائس البقر ومرق الدجاج، بشحني فنجحت إلي نفسي أناس من حلي أذني وملأ من شحم عرضي، وبشحني فنجحت إلي نفسي، فصرت أرقد فأتصبح دير لاكراس ماتيني خاطر عند الله الخدامين، فصرت أرقد فأتصبح وأشرب فأتقنح، يعني تشرب ماء يعني ترفع فمها عن الشراب من كثرة ما شرب. ابن أبي زرع ما ابن أبي زرع، مضجعه كمسل شطبة، كما يقول تاع الساعة تاع النخلة، مضجعه كم يعني خفيف ماهوش سميد، مضجعه كمسل شطبة ويشبعه ذراع الجفرة. الجفرة هي من ولد المعز أو ولد الضأن اللي فات 4 شهور وفصلت عن أمها، وعادة صغيرة يعني الحمام معناته يشبعه لا شيء، ما مضجعه كما سل شطة ويشبعه ذراع الجمرة. بنت أبي زرع وما بنت أبي زرع ملك كسائها وغير جارتها وطوع أبيها وأمها، ملك كسائها وغير جارتها وطوع أبيها وأمها. أم أبي زرع وما أم أبي زرع عقومها رداع، يعني بيت المال من الأحمال اللي فيها كل أنواع العولة اليابسة والمبلولة، عقومها رداح وبيتها فساح أو فيح في المصر، يعني رائحته طيبة وواسعة. جارية أبي زرع وما جارية أبي زرع لا تبث حديثنا تبثيثا ولا تنقذ ميرتنا تنقيذا، ما تفسد العولة بتاعنا ولا تملأ بيتنا تعشيشا، كما يمكن أن تجي تنقي في البيت يعني ما تفسد حشاكم الخمارة في مكان من البيت. مدحته ومدحت ابنه وابنته وامه وحتى جاريته، ثم قالت اي ام زرع، خرج ابو زرع والاوطار تمخر، الاوطار اللي هي الشكوى تاع الحليب يعني في الخريف، فوجد امراه من تحتها ولدان يلعبان من تحت خصرها بكرمانتين، فطلقني ونكحها، فنكحت بعده رجلا سريا، يعني قلت خاميها، ركب شريا يعني عود سريع جدا، واخذ خطيا اللي هو رمح، واراح علي نعما ثريا، يعني صعلوكه، راح وجاب لها مال كثير الابل، وقال كلي ام زرع وميري اهلك. قالت فلو جمعت كل ما اعطانيه ما ملأ اصغر آنيتي أبي زرع،
فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: كنت لك كأبي زرع لأم زرع، إلا أنه طلق وأنا لا أطلق. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نحن الحمد لله من معشر نحافظ على الأنساب، وحبانا الإسلام بأن كنا الأمة الوحيدة من الأمم التي يتصل سندها إلى نبيها صلى الله عليه وسلم في شأن مشروعية الزواج وأهميته بل وجوبه أحيانا. فاليهود ينقطع هذا السند عندهم بحيث يكون ما بينهم وبين سيدنا موسى عليه السلام 30 عصرا في 500,000 سنة. أما المسيحيون فليس عندهم من هذا السند إلا تحريم الطلاق فقط. ونحن ولله الحمد لدينا بيان مشروعية الزواج وأهميته بالوجوب أحيانا كما أسلفنا، وهذا بسند متصل إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بارك الله لعريسنا وبارك الله لعروسنا وبارك الله أيضا لهذه الأسرة الطيبة الشريفة المتسلسلة في العراقة والعلم والكرم والمجد، وبارك الله لكل مشايخنا الذين تجشموا على الوصول، وللرسميين أيضا الذين شرفونا بحضورهم، ولا أطيل عليكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جزا الله خيرا الشيخ سيدي محمد يحيى كنتي على هذه الكلمة، والتي لا شك أنها مناسبة جدا لهذا الحفل. وحديث أبي زرع هذا يعني ينبغي على كل الشباب المقبل على الزواج والمتزوجين أيضا أن يضعوا نصب عينهم لما فيه من كثير الفائدة. وقد أورده كثير من المحدثين منهم البخاري وأم مسلم وإمام الترمذي رحمه الله تعالى في باب خلق النبي صلى الله عليه وسلم وحسن عشرته مع 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 زوجته، فجزى الله أو مع زوجته، فجزى الله عنا شيخنا سيدي محمد يحيى الكنتي على هذه الكلمة الطيبة. وأسأل الله العلي العظيم أن ينفع به وأن يديمه لخدمة الإسلام والمسلمين. عودة ثانية إلى الفرقة الإنشادية ومع وصلة أخرى، ثم نستمر إن شاء الله تعالى في الكلمات للمشايخ والعلماء الكبار. محمد الله والتاج عظيم. اللهم صلِّ
يقضون ايام بالاشواق المجد عينه جلهدي ركب الفرق ونجي الله وصلين على ابني بالقاسم طهاشي بالاسم صاحب الخزن المعراج والوقت والحلاوه والتجوى المضي يا سيدي صل علي من ليسها ولينا سعد نبيك الحجر سلم عليك الجذع بكى صوت حن الفخم بالفراق دمعو ساجم كيف يصبر من شاف بهك يلي ما يشبه لك روح بيك الله وصلي علمني بالقاسم يا نسمو المسكين يا روح الدال يا علاج الساق كما الفن والخاتم يلي بك خبار كل ذي وبشار لقصص والرهيب الله وصلي على النبي بالقاسم طهاشي بالاسم صاحب الخاتم والمعراج والوقت أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله ما شاء الله لا يسوق الخير إلى الله، الحمد لله ما شاء الله لا يصف السوء إلى الله، الحمد لله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله، الحمد لله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق ورزق وعلم وألهم وهدى التي هي أقوم، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقرة أعيننا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم نشهد بأنه عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه إلى يوم الدين، أما بعد إلى الجمهة الكريم وحييكم بتحية الإسلام، فأقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البداية نبارك للشيخ عيسى صويلح سرير الدوحة النبوية الشريفة سرير آل بن عيساوي، ونحن في رحاب هذه البلدة الطيبة رأس الوال والتي فيها هذه الزاوية العامرة التي خرجت المئات من العلماء والمئات من حفظة كتاب الله تبارك وتعالى، ولا يخلو مسجد من هذه الربوع إلا وقد تتلمذ في هذه الزاوية، ويكفيها فخرا أن ينتسب إليها العلامة شيخ الإسلام محمد العربي التباني رحمة الله عليه دفين مقبرة المعلات مكة المكرمة. ومما أخبرني شيخنا خالد التركستاني، وكنت ذات يوم مع مدير مقبرة المعلات، سمعت خبرا أن العرب التباني لما كانوا يفتحون قبره ليضيفوا بعض الموتى بعد كل 5 سنوات يجدونه لم يتغير، فسمعت ذلك من المشرف على المقبره، قال فتحناها اكثر من مره فوجدنا انه لم يتغير، بقي كما وضع في رمسه رحمه الله عليه، وهذا يدل على شيء انه من شهداء من شهداء العرفان قدس الله سره. فنقول للشيخ عيسى بن صويلح بارك الله لك وبارك عليك وجمع الله بينكما ألف خير، ونرغب الشباب إلى المبادرة إلى الزواج، لأن الصادق المصدوق صلوات ربي وسلامه عليه نجابكم إلى التفكير بالزواج كما روى الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما من طريق سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه، قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فانه اغض البصر واحسن الفرج، فمن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء. وكما تعرفون حديث في الصحيحين ايضا من طريق سيدنا انس لما دخل الثلاثة الذين ارادوا ان يعرفوا عبادة النبي عليه الصلاة والسلام، فقال أحدهم: أصوم ولا أفطر، والآخر: أقوم ولا أفطر، والثالث قال: لا تزوج النساء. فلما سمع النبي عليه الصلاة والسلام قال: أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، وهو الذي قال صلى الله عليه وآله وسلم فيما روي الإمام أحمد في المسند وابن حبان في صحيحه من طريق سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، قوله صلى الله عليه وآله وسلم: تزوجوا الودود الودودة فإني مباهٍ بكم الأنبياء يوم القيامة. والله نسأل أن يوفق الجميع وأن يستر الجميع وأن يحفظ الجميع بجاه النبي الشفيع، وصل اللهم وسلم وبارك وتكرم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبارك الله فيكم جميعا. الله الله الواحد ربي مولانا، وانت سيدي ولا تخيب لي مقصود، تغفر لي ثمان ضاع وطهر قلبي مولانا، كل شيء مراد الله
الله محمد رسول الله عليه صلوات الله وسلامي من عبد الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلوات الله وسلامي من عند الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلوات الله وسلامي من عند الله بسم الله بديت المسجد رضا على اصحابه ولجد كل من طاع الله سماه شعبي يحكي يا طه بمن يحك سبت نزاها سعد من الهم قراها على وجود الحق ومرضاه
يسر اللقاء من كل فجاج، وشرع لعباده سنة الزواج، وقومنا بهذا الدين إذ اتبعنا من كل عجاج. نحمده ونشكره، وهو الكريم المنان الذي شرع لعباده النكاح والقران، وعلى نعمه التي غمرت الزمان والمكان. ونشهد أن لا إله إلا هو وحده لا شريك له، شهادة حق نتذمر بها أهل الغرف في الجنان. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، سيد ولد عدنان صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، ما تعاقب الجددان وتكرر الملوان. أما بعد، يسعدنا في هذه الليلة المباركة أن نشارك أهلنا وإخواننا في فرح من هذا، داعين الله عز وجل أن يصلح لنا ولهم الحال والمآل بمنه وكرمه أمين. وإنه كان في غرة هذا الشهر الميمون يوم عيد الفطر، يوم عيد الفطر غرة هذا الشهر شهر شوال، وهو يتجدد العيد في آخر الشهر، بل أقول تتجدد أعياد بلقاء الأفاضل والأكارم وبهذه المناسبة السعيدة. حق غرب الدفوف والأعواد والغنى بالإنشاء والإنشاد، ولتسبق ولائد ولتولول ولتغني فوق الغصون الشوادي، وليهب ذوي الكرام تراهم طلع الفجر لا تحين رقادي. إن حيا لن يستخف لهذا طربا فهو من جماد الجماد. إنها لقاءات، إنها مناسبات، تكاثرت الدماء على خراش فلم يدري خراش ما يصيد. فلا أدري بعد إذن مشايخ الفضلاء الذين نحن فيهم كبقية نخل في أصول نخل طوال، ومع عسى الخاطر المكتودة ولا مع عجره وبجره وخضاعته المزار أن يتكلم، ولكن ربما متكلم ببركة السامع. فلا ندري فرحتنا بلقاء بنزولنا في هذه الرحال الطيبة الطاهرة التي عمرها الأفاضل والشرفاء والفضلاء، ونشروا فيها رسالة القرآن. نسأل الله سبحانه أن يجعل ذلك موصولا، وأن يجعل هذا الخير وهذه الموائد والفوائد موصولة لا مقطوعة ولا ممنوعة، وأن يرحم والدنا المرحوم الشيخ سيد إبراهيم الذي لا شك أنه الآن يحوم بروحه فرحا معنا لهذه المناسبة. نسأل الله تعالى أن يرفع درجاته في النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وأن يبارك في أنجاله وأولاده وأحفاده وجميع الأسرة الكريمة، وأن يعين الشيخ سيد عبد الله وجميع إخوته من الحجاج المباركين على مواصلة المسيرة متعاونين متضامنين. فرحتنا بنزولنا في هذه الرحاب التي نسعد حين نحل بها، وفرحتنا بلقاء الأفاضل يوم أراك فيه لست أصومه والعيد عندي ثابت تحريمه. فأبدا تحن إليكم الأرواح ومصالها ريحانها والراح، وقلوب أهل بلادكم تشتاقكم وإذا لذيذ لقاكم ترتاح. لقاؤنا بلقائكم أفراح وكل أيام الملاح ملاح. أو فرحتنا لا أدري أحدثكم عن الزواج وما فيه من خير، وأن نفهمه من مفاهيم العالية المقدسة وليست المفاهيم التي يحاول أن ينشرها الشيطان وأعداء الإسلام في أوساط أبناء هذه الأمة. الزواج بمفاهيمه العالية المقدسة فهو عبادة ودين قيم، وهو عبادة ودين قيم، وليس كما يريد أن يصوره الشيطان وأعداء الإسلام بأنه شهوة عابثة أو نزوة عابرة. إذا كان الزواج شهوة في مفاهيم من يريد أن يتزوج
فإنه مثله مثل الحيوان أعزكم الله وأكرمكم الله. ومهما كان في شأنه من الستات فإنه من الحيوانات والبهائم ما هو أكثر منه، لكن إذا فهمه بأن هذا الزواج هو مشروع عبادة مثل هو مشروع وعبادة مثل السجود والركوع. لذلك نهى الله سبحانه عن عقود القران أن تكون في المساجد، وإذا سمعنا من يبيع أو يشتري في المسجد نقول له من السنة لا أربح الله بيعك، لكن عقد القران شرع لنا في المسجد لأجل أن يفهم الصغير والكبير، لأجل أن يفهم الرجل والمرأة، لأجل أن يفهم الذكي والغبي، بأن الزواج في مفهوم الشريعة وهذه الصلات وهذه الارتباطات مثلها مثل الصلوات. لذلك قال الله تعالى في دعاء عباد الرحمن أنهم يقولون والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. فأول داع لهذا الدعاء من عباد الرحمن هو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي دعا بنفس الدعاء وجعله خبر بنفس الخبر، وجعلت قرة عين في الصلاة، قرة عين في الصلاة وقرة عين في هذه الصلاة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، لأنه لولا وجود هذه الزيجات المؤسسة على سنة أفضل المخلوقات وسيد الكائنات لما استمرت بعد ذلك الصلوات والزكوات والصدقات، لأنه لا بد في صلاح الذرية من صلاح الأنكحة وطيب الأفرشة. أما الزواج الذي يؤسس على علاقات في الطرقات واتصالات غير مشروعات فإنه له لن يذهب بعيدا ولن يكون منه النتاج الذي قال منه الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام فإني مفاخر بكم الأمم يوم القيامة، فإني مفاخر بكم الأمم يوم القيامة. نتاج الذرية الصالحة التقية النقية الزكية الذين هم فضلاء وعلماء وصلحاء يباهي بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الكثرة فإنه قد عابها عليه الصلاة والسلام وقال أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. وإن هذا المولد الذي سيكون فيه هذه المزية لابد أن تهيأ له الأرضية، وأن تهيأ له الأرضية الذي سينتج بهذا النتاج وسيكون بهذه الصورة. سئل بعض العلماء كيف نصلح الأمة؟ قال أصلح الأنكحة، أصلح الأنكحة، ما تكلم على الذرية أصلا. وقد جاء رجل الإمام الحسن البصري فقال له يا إمام كيف أؤدب ولدي وكيف أربي ولدي؟ قال كم عمره؟ قال 6 أشهر له في بطن أمه. قال هذا خلاص ما تسول عليه، إذا كان فيصلح ولد إلا أدن الأم بعد. تخيروا ينطفقون فإن العرق دساس. ذاك الرجل اللي ألمت به الفاقة وذاق به الحال وعزم على أن يسرق، قال لابد باش نمشي نسرق. قالوا له ماذا؟ قال أنا باش نمشي نسرق. قال يمشي يسرق، أي دار ما هي مليانة مثل دار السلطان، أي دار ما هي مليانة مثل دار السلطان. وقال لك كان شدوه في دار السلطان ولا في غير دار السلطان، الأمر سيرجع للسلطان، لابد باش نرجعوا ندعوا للسلطان. ما دام الأمر رجع ليه نمشي الدار وهو بعد، لكان ما شدون أنا منعت ولكن شدوه، أنا واصل به الأمر من زمان، مش في دار السلطان ولا في دار السلطان. لما دخل الخزينة وإذا به أمسك وقبضوا عليه، لما قبضوا عليه والسلطان كان غايب وله ثلاث أولاد، هذول الأولاد واحد من أولادي قال لو أعطيت الأمر فيه أن أقضي فيه هذا السارق، قال لجعلته فوق لقطعته بالسكين وساطوه. والثاني من الأولاد قال لو أعطيت الأمر فيه لجعلته فوق زبرة الحديد ولا ضربت رأسه بالمطرقة. هذا اللي أعطيته نفسي مش إضراب لدار السلطان. والثالث من الأولاد قال لو أعطيت الأمر فيه لا أعطيته ما يغنيه وطلبت منه أن يسامحنا. فتباينت أحكامهم.
والأمر لا يمكن أن يحسن فيه إلا إذا جاء السلطان، وجاء السلطان بعد حين فسأله عنه، قال أيها السلطان إن كنت قاضي فلا تقضي قبل أن أخبرك. فقال له ما تخبرني؟ قال هذه الأولاد الثلاثة أمهاتهم هي واحدة، أمهاتهم مختلفة، وأظن أن هذا الذي قال أقطعه بالسكين والسطور. فقال له إني كنت متحيف فمن أخلف بعدي وأنت من اليوم وزيري ومستشاري، والولد الذي وبعدي هو الذي حكم بالرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فبانت هذه الآثار من الاختيار الذي نبهنا إليه النبي المختار صلى الله عليه وآله وسلم. فأقول هذه الفرحة فرحات بلقائنا وباجتماعنا، والزواج كما ذكرت كثير من أبواب السبيل تنتهي، أن الذين ملكوا، أن التجار، أن رجال الأعمال والمال لم نكن نعرفهم، لكن هؤلاء الذين خلفوا ذرية صالحة أسسوها في أرضها في أراضي طيبة بقيت آثار، والخير لا زال خيرا في معادنه توارثته عن الأخيار الأخيار. مشاريع كثيرة يفعلها الإنسان من أعمال البر سرعان ما تنتهي، لكن هذا المشروع لا ينتهي خيره، لا ينتهي عطاءه، لا ينتهي ثوابه وأجوره وزواق الرحمة التي تجري منه من بعد الإنسان حين يتزوج زواجا صالحا ويسمر سواعد الجد في إنتاج أسرة صالحة يفخر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن ثم بات لزاما علينا جميعا معشر الآباء أن نعرف قدر هذا المشروع قدره، وأن نسعى حديثا في إصلاح النيات وفي إصلاح البيوتات وفي إصلاح البناء الأبناء والبنات. فإنه إذا أردنا أن تكون لنا دولة صالحة فلا بد لنا من أسرة صالحة، فلو أردنا أن تكون لنا دولة صالحة كل واحد منكم قبل من يرجع اللائمة على أي مسؤول يرجع باللائمة على نفسه، هل هو حقا أخلص لرعيته؟ هل هو أخلص حقا نصح لدولته؟ دولته هي الأسرة أعظم، وهو الآن الخط الأخير، العدو اقتحم كل خطوط، ما بقي الأخير هذا هو الأسرة. لذلك من هذا المقام لابد أن أذكر نفسي وإخواني على أن يجد في تأسيس الأسر على تقوى من الله بشروطها وضوابطها، ولا يرى الشاب أن هذه الضوابط والشروط أنها تثنيق عليه وتحليل، وإنما هي عناية لبني آدم. ذكر الشيخ محمد يحيى النسب الموجود عندنا وعنايتنا بالأنساب خلافا لغيرنا ممن لا خلاق لهم بني آدم. أما هؤلاء الذين رضوا بالله ربا لا يمكن أن يدنو الرجل أو ذكر من الأنثى إلا بالضوابط والشروط، وليس هذا تضييقا وتحريجا عليه، وإنما هو من عناية الله بنا وتكريمه لبني آدم، لأنه لما أخلق أبانا بيده ونفخ فيه من روحه وعلمه الأسماء وأسجد له الملائكة فلم يرضى لبنيه أن يتكاثر كما تتكاثر الحيوانات والنباتات، وإلا ما من شيء في الكون إلا وهو من زوجين اثنين، ولكن هذه العناية لبني آدم. فحرم الله أدنى الاتصال بين الذكران والإناث ولو بالنظر، وإنه قد فتح لكم في هذا الزمان من الفتنة بالنظر ما لم يكن للذين من قبلكم، فهو لا يوجد شيء يفسد القلب ويطمس السريرة والبصيرة ويدنس السريرة ويطمس البصيرة أكثر من إطلاق النظر. فنظرته سهم من سهام إبليس، سهم مسموم، والسهم إذا لم يقتل يخرج ويجرح. وإني أبارك لولدنا البار الأستاذ عيسى داعي الله له للصلاح والفلاح والنجاح، وإنه كانت له معنا صحبة صالحة سنين، كانت نموذج طيب يحتذي حذوه جميع أبناء الأمة من أمن أبناء عمومته وأسرته وأهله وأبناء حيه وبلدته وجميع أبناء الجزائر، إذ قضى أزيد من 10 أعوام في الرحلة لطلب العلم بعيدا عن الأهل لا يأتيهم إلا في أوقات يسيرة مع كمال الأخلاق والأدب، نسأل الله أن يسبل علينا وعليهم الستر ويثبتنا وإياهم على نهج الاستقامة ويجنبنا وإياهم موجبات الخزي والندامة. وهكذا الشباب، يا دنيا أتينا فاشهدينا شبابا عانق الإسلام دينا شبابا في سبيل الحق سيرنا، فمتهنا يسارا أو يمينا
نريد الجيل يسمو للمعالي ولا نبغيه جيل الراقصين. وهو هكذا، ومن منهم أرفعوا أسمع عبارات التقدير لوالده سيد الحاج محمد طيب ولجده سيد الحاج إبراهيم، إذ كان على تقدم سنه يرعى هذا ويعتني به، حرصا على أن يكون من بنيه من يكون يواصل سيرة الأسلاف بالقرآن والتعليم. وهكذا كونوا أو لا تكونوا. وقد كنت أنشده رحمه الله: حباني خالقي عمرا مديدا، وصيرني لأنساب سعيدة، وأمتعني بعافية وعز، فلست أريد بعدهما مزيدا، وماذا بعد أن أضحى حفيدي وقد وهب الله له وليدا. فأسألوا لولدنا الأستاذ عيسى التوفيق والسداد، وأقول لأبنائنا هكذا: وما همة الإنسان بعد شبابه سوى العلم ثم المال والخرة بالفضل؟ فمن يبتدي بالعلم نالهما معا وفاز بما يهواه واعتز وافتضل، ومن يبتدي بالخرد حاجة، ومن يبتدي بالمال حاجة ذخيرة تكف وكان الجهل عن علمه بدل، ومن يبتدي بالخرد يفقدهما معا ويفقدها أيضا ويبقى على عوان. فرحلتهم لطلب العلم هي التي تجعلهم بإذن الله يوفقون في كل شؤونهم. جعل الله هذه الزيجة مباركة، وجعل من الزوجين كثيرا طيبا، ونسأله سبحانه أن يديم علينا المسرات، وأن يجمعنا في مثل هذه المناسبات، وأن يتقبل من الجميع الخطوات وأن يضاعف لهم المثوبات، وأن يجعلنا نكون هذا الزواج إن شاء الله من الزيجات المعروضة في حضرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي تدخل على قلبه الشريف الفرحة ويباركها. وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعل منا ومنكم كثير الطيب، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. جزا الله خيرا سيدي عبد الرؤوف على هذه الكلمة الطيبة وعلى هذه الفوائد الجمة التي شدنا بها أسماعنا. سنسأل الله أن يجعل ذلك في موازين الحسنات. ثم ننتقل إلى جو آخر، ومع الشيخ الإمام الأستاذ رمضان عضو مجموعة الدآلة الزكية، وهو أحد الأدباء والشعراء، له عدة قصائد وعدة أشعار في مواضيع مختلفة، لعله حفظه الله يسمعنا شيئا من هذه القصائد. فليتفضل الشيخ رمضان الأستاذ رمضان حفظه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. أما بعد، أهلا وسهلا والسلام عليكم، وتحية منا تزف إليكم. أحبابنا، ما أحسن الدنيا بكم، لا تقبح الدنيا وفيها أنتم. تحية للجمع الكريم المبارك الذي أضاءت مجلسه كوكبة من علماء الجزائر من أهل الفضل والخير والصلاح، الذين نحسبهم ولا نزكي على الله أحدا، من خيرة من يقتدى به، ومن خيرة من يسعى له وتنقر الأقدام لمجالسهم. بداية أشكر آل صويلح الشرفاء الأفاضل الكرام، عائلة أخينا وصديقنا الشيخ عيسى على كرم الدعوة وعلى هذا الاحتفاء والاهتمام والكرم الذي لمسناه ورأيناه. اسمحوا لي أن أمثل هذا السيناريو في يوم الزفاف، أو في هذا اليوم الأغر، كأني
بهذه العائلة الفاضلة الكريمة، وهي تدخل على من صاهرتهم أو صاهروها أو رغبت في مصاهرتهم، كأن بهم يقولون يوم العروبة نأتيكم ولا نعد. فإن شغلنا يكون الموعد الأحد، فبخروا البيت، دقوا عطركم، ودعوا صوت الزغاريد في الأرجاء يرتعد. فأنتم عندكم بنت تناسبنا، ونحن يا رب سهلها لنا ولد. أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لأخينا عيسى في هذا الزواج المبارك. عيسى حبيب الله، كما تفضل شيخ الشيخ سيدي عبد الرؤوف، من الذين ثنوا بكى بين يديه في تلك الزاوية العامرة في المدرسة المحمدية، ومن الذين زهدوا في كثير من الملهيات وتخلوا عن كثير من المغريات التي أغوت وأغرت كثيرا من شبابنا اليوم، وآثر الرحلة في طلب العلم، وآثر الجلوس في حلق الدرس، وآثر أن ينهل من مجالس أهل العلم. وبعد أن قضى فترة من الزمن زهاء 10 سنوات أو تزيد، حصل فيها ما قدر له أن يحصل، وفتح عليه فيها ما شاء رب الفتوح أن يفتح عليه به، ونال من المعارف ما عرف به كيف يعبد ربه، وما عرف به فرض عينه، وكيف يتعامل مع الله ومع عباد الله. ها هو ذا اليوم يعيش لحظة من أجمل لحظات حياته ومن أرقى لحظات عمره، وآملنا في الله كبير أن ترافقه هذه السعادة إلى الفوز بالحسنى والزيادة. ها هو اليوم يعيش هذه اللحظات. هذه رسالة لكل أبنائنا ولكل شبابنا، أن يقصدوا هؤلاء المشايخ في زواياهم، في مدارسهم، في معاهدهم، يثنون عندهم بكى ويطأطئون بين أيديهم الرؤوس، فإن هذا بريد الفتح. ويترك المشغلات والملهيات التي أقصت وأبعدت كثيرا للأسف الشديد، ويعني هوت بهم أو يعني رمتهم في أودية سحيقة، وقذفت بهم في أتون الرذيلة والانحراف والسيف والمخدرات، وشتان بين الحلال والحرام كما تفضل سيدي، شتان بين الحلال والحرام، شتان بين المشروع والممنوع، شتان بين المحظور والمأذون به. لذلك اسمحوا لي في ختام هذه الكلمة، المقام جميل جدا وهذا الحفل العظيم، أن أهدي هذه الكلمات من قصيد الشعر بعد إذن شيخنا الشيخ سيدي عبد الرؤوف وشيخنا الشيخ الياس ليس العربي فقيه فاضل مالك الأشعري، وشيخنا الدكتور يحيى عبدي، وكل الأفاضل هنا، اعذروني على رطانتي وعلى فهاهتي وعلى ما ربما ستسمعونه لأن كتبت في عجالة.
كتبت هذه الأبيات وأنا في الطريق، وها قد سرت، وها قد سرت يا عيسى عريسا، وأصبحت المقدم والرئيس في عائلتي. من إنسان لم يبني بيت صار هو الرئيس تاع البيت. وها قد سرت يا عيسى عريسا، وأصبحت المقدم والرئيس، أقمت لنا بذي الأجواء عرسا، سقيت الحاضرين به الكؤوس، وأطعمت الطعام، فكان أشهى وأحلى ما حريت به النفوس، وطلقت العزوبة فيك حتى على التزويج أعطيت الجلوس كأنك تربعت على مملكة الزواج، وطلقت العزوبة فيك حتى على التزويج أعطيت الجلوس وأسست البناء على أساس من التقوى، فأسعدت العروس فطب نفسا وكر اليوم عينا بما المولى حباك، وكن أنيسا وكن يا ابن الأكارم خير زوج، وكن يا ابن الأكارم خير زوج وبعل، لا تكن سائما يا أوسى وسس ذا البيت يا ولدي برفق، ودع عنك المعاول والفؤوس، وسس ذا البيت يا ولدي برفق، ودع عنك المعاول والفؤوس، وكن سمحا بشوش الوجه طلقا لعرسك، لا تكن سمجا عبوسا. أتت هذه الوجوه، وجوهكم الكريمة الفرقة الإنشادية محترمة، أتت هذه الوجوه وجوه سعد لتبعد عن مطالعك النفوس، وأمرنا في الله تعالى من حضر له هؤلاء الأخيار حفظة القرآن ومشايخ الزوايا وأهل الفضل أن يبعد النحس من طريقه. أتت هذه الوجوه وجوه سعد لتبعد عن مطالعك النحوس، وبدر التم شيخك من حباه كبير الفضل جهرا أو هسيسا، به فتح الإله عليك فتحا مبينا، به فتح الإله عليك فتحا مبينا، قد بلغت به الرؤوس، رؤوس الجبال قممها شوارخها مشتخراتها، وبدر التم شيخك من حباه كبير الفضل جهرا أو هسيسا، به فتح الإله عليك فتحا مبينا، قد بلغت به الرؤوس، تركت مجالسا لا خير فيها، وبين يديه آثرت الجلوس، طويت الركبة تنهل من معين وترتشف المواعظ والدروس، طويت الركبة تنهل من معين وترتشف المواعظ والدروس مع الأصحاب والزملاء، مع الأصحاب والزملاء طرًا عشرا من السنوات، طويت الركب تنهل من معين وترتشف المواعظ والدروس مع الزملاء والأصحاب عشرا من السنوات صحوا لا نعوز، فصرت في النواحي في علو تحاكون الكواكب والشموس، ففز بالعلم حصله ونافس به الرازية والشيخ الرئيس، فمن ترك العلوم ولم يرمها يعيش غمرا بها غرا تعيسا، جزاه الله خيرا كل خير وأسقى قلبه السر النفيسا. ربي بارك في عمر الشخص يا قرر أخذك في مدده صلى الله عليه وسلم وأن يزيد في أنفسه. مبارك للزواج أخي بيمن وإسعاد به تحيا عريسا، إليك إلى الأقارب، إليك إلى الأقارب جئت أهدي رقيق الشعر أريا خندريسا، فذق شهد المعاني
ذق لماها تجد طعم الفصاحة وانشريسة وفاخر يوم عرسك كل قارن من قلاهي على أبقى وفاخر يوم عرسك كل قارن ولو قد كان طصما أو جليسا وصل مع الخيال على إمام وصل مع الخيال على إمام الأئمة أحمد وكن الحريص لصلاته ملازما لها وصل مع الخيال على إمام الأئمة أحمد وكن الحريص نبي ما له في الخلق طرا مساو في الفضائل لو كموسى عليه من الصلاة آلاف توالى بلا حصر جهارا أو دسيسا وآل والصحابة ما توالت علينا أنعم تترى هزيسا بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذا الزواج زواجا دائما مستمرا غير منقطع وأن يقدر له التمام والكمال وأن يجعلك وعرسك زوجين في الدنيا وزوجين في الجنة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا دائما أقول لإخواني وأحبائي الضحك المعتدي يشرح الصدر وينمي العقل ودائما أمتثل قول النبي صلى الله عليه وسلم خير الأعمال وأحبها إلى الله سرور تدخله على مسلم وخاصة في هذا المقام وأنا بيننا شيخ الكرام لا يحصل بي الكلام أو التفصح بين أيديهم فأردت أن تكون يعني هذه الطرائف تدخل السرور على قلوبهم. مما يذكر واحد الإنسان في واحد النهار جثايت الجثير كان تعمى لوح حجرة المهم جلس واحد الجن هذا غرب وياك الجن جابوا له الغرب يقطع قالوا كذا احنا كنا معرسين وقسمنا العروسة وكذا قالوا ما تعملوش وما عملتلوش وكذا كذا المهم اختار جنة طال السيد قالوا على انت يا الناس معرسة رفت اللوح تلوح برك قالوا انا معرفتليش هاو كانوا في العرس اي اخلاص له ودواء مين يمشي يلقى بير كان تعمى حجرة تعمى يقول راه مبروك عليك مجمع مبروك عليك. ومما يذكر على واحد كان يبغض المرأة نتاعو واحد نهار اغمية عليها وبكري ما كانش متقدم العلم يدريها ماتت هزوا هذا النعش هذا وجاو مخرجين في جاو مخرجينها رواق الكرواه كان ضيق شوي فقاست خبطها لك النعش بالكرواه فقط هو كان يتمنها سهل. المهم بعد مدة من الزمن عاود صراها هذاك اغمية عليها جاو مخرجين هذا جاي عند الباب يقول لهم عندكم الحي عندكم الكيس بالحي وخطر مرة واحد الإنسان جاء فايت تهنقط كده هنقط يقطع هذاك هو تحسر أسر هو كان ما يصليش ولكن فيه طيبة وكذا فقال هم قالوا روح سقسي شيخ الجامع هو يفتي لك لا عندك دية ولا واش صوم ولا واش كان سقس شيخ الجامع قال له شوف لازم لك على الأقل تصلي شهرين في الجامع هو يحوصه باش يجي كل الجامع فبدا يصلي كان مين يروح يلقى واحد في الجامع قال له خويا تراني مين يجي لقيت في الجامع قلت له عندك وانت تصلي هو قال له السيد ذاك على الاقل انا ذكر راني في الربع سنين وانا نصلي قال له ما انا على حسابك انت قافل فيه وخطر ايضا مما يذكر انا واحد السيد واحد الحاج كانوا كما يعني راه الجمع الكريم دايرين السينيات وكذا فقاعدين ياكلوا هما قاعدين هكا وهو دخل عليهم التيس هذاك عطرو فالمهم الشيخ كان مكسر رجليه فقال لابنه الطاهر الطاهر نوض نوض اربط العطرو فهو الطاهر كي جا غايد نسى الميدة ادهمها قلب الميدة بالسينية زاد كان واحد المصباح قدامهم طخ الضوء وعفس الشيخ بويو نرى الشيخ ذاك يعير أردوا الطهر وخليوا العدل أردوا الطهر وخليوا العدل
وخطرة مرة تهاوشت واحد السيد تهاوشت مو بيو كيف تهاوشوا هو الدخل بيناتهم قال والله الله في الجو سيدي قال يا سيدي واش بها العصفور والعصفورة تهاوشوا قالوا كون جات مو بعصفورة ما تجيبوا غراب كيما انت وخطرة مرة واحد السيد راح لفرنسا المهم الزوج وحده هي يهودية يعني وأسلمت كي جرى واحد الدار قالوا بيو هاني وشي قالوا زوجنا على سنة الله والرسول كذا كذا فرحوا بيو ما شاء الله قعدوا هذا يمات قالوا بيو بصح راهي يهودية يعني أصلها يهودية بصح مسلمة قالوا تزوج بيهودية مازلت تهدر معايا ما أهدر معاك ما كذا يوبي قالوا كيفاه وكذا المهم بعد مدة من الزمن خلاص الطيور قاطعوا ويشوف المرأة نتاعو كيف راه تعامل فيه واحد النهار جاني قال له شوف هاوي هذه ماشي يهودية أمك هي اليهودية لأنه شاف شاف ما يتعامل فيه بالحسنى ونختموا بهذه مرة واحد الشيخ قال للزوجة نتاعو قال لها الناس الكل محتارني فأنت ماكش محتار مني قالت له كذا محتاج قالها هيا تشوفي روك في الجامع معي هو يحاول يديها يعني هو يدرس والناس يشري الصرش وما سي الله قادرينه هيا حضرت الدار صاروها قالها شفتي كيفاش قالت له ما شفت الناس وكل ساكتين وتاك هذا وحر ما طولوش عليكم ربي يبارك فيكم إن شاء الله ونسأل الله تعالى أن يبارك لأخينا الأستاذ عيسى بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. علموني فيك كلام الله باش ندخل باب الجنة باش ندخل باب الجنة هالطلبة
وكأنني بمهد الغنان يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا رب الثلاثين يا رب يا رامي يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا رب الثلاثين هو الشفيع هذا بسائر الأمم ثم الصلاة على المختار سيدنا هو الشفيع هذا بسائر الأمم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن عثمان وعن علي لوين كرم والآل والصحب ثم التابعين له أهل التقى والنقى والحلم والكرم وهذه بردة المختار قد ختمت والحمد لله قلبنا يا واسع الكرم والحمد لله في سر وفي علن والشكر لله في فتن وفي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم فلا تفرقنا من جمعنا هذا الا وقد اتيت كل منا سؤله في الدنيا والاخره.
وعملت من تقلبات الاحوال يا ارحم الراحمين. اللهم انا نسالك لمن اجتمعنا بسببه زيجتهم على اللهم زيجة مباركة. اللهم بارك لهما وبارك عليهم واسمع بينهما في خير وجعلهما كثيرا طيبا يا ارحم الراحمين. اللهم جنبهم الشيطان وجنب الشيطان ما لد وقتهما واعذهم من شر غاسق اذا وقب من شر نفاثاتهم وقب من شر حاسد اذا حسد. اللهم طهر قلوبنا وحصن فروجنا واغفر ذنوبنا. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين وجعلنا المتقين اماما. وكل من هو مقبل على الزواج نسأل الله ييسر له ذلك ويهيئ له زوجة صالحة. وكل فتاة نسأل الله يهيئ لها زوجا صالحا. ومن هو متزوج نسأل الله يبارك له فيما أتاه ويبارك له فيما أعطاه ويجعل منا ومنكم الكثير الطيب ويجعل منا ومنكم الذرية التي تفضل بها خير البرية. أنا أفضل صلاة الله أجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما تفرقا سالما معصوما ولا تجعل لهم فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروم. اللهم ازدي عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خير الجزاء وازدي عنا صحابة أي آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الجزاء وازدي عنا أئمة الدين صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الجزاء وزي عنا أئمة الدين خير الجزاء وزي عنا مشايخ والدنا خير الجزاء. اللهم من مات منهم فاغفر له وارحمه وجازه من حسناته إحسانا بالسيئات عفوا وغفرانا. ما كان منهم على قيد الحياة متعنا اللهم وإياه بكمال العافية وتمام العافية وارزقنا كمال برهم وكمال الحدث معهم والإحسان إليهم حتى نكون من البارين يا أرحم الراحمين. دائما هكذا متلقين على الخير متعاونين على البر والتقوى متحاببين في الله متزاولين في الله متجالسين في الله. وهؤلاء الساده واهل هذه الزاويه نسال ان يجعلها عامله ويبارك في الشيخ سيدي عبد الله وان يجعلها مفتاح الخير مغلق الشر وجميع اخوته وجميع الاصل الكريمه شملهم وان يطرد الشيطان بينهم ويجعلهم اخوانا على سر المتقابلين في الدنيا والاخره ان شاء الله. وجميع من احبهم ومن انتمى اليهم ومن انتسب الى سلوتهم ان يبلغهم هنا في الظاهر والباطن في العاجل والاجل في الدنيا والاخره في الحس والمعنى يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. ربنا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وزي عنا مشايخنا الشيخ محمد يحيى والشيخ سيدي الياس والشيخ سيدي رمضان وجميع الأئمة وطلاب العلم جميعا نسأل الله تعالى أن يسر لهم كل خير ويجعل من يعمل فتح خير وينور بنا منهم المحارب والمنابر ويجعلنا هداة المهتدين وغير الضالين ولا مضلين. ويبارك في جميع أهل هذه البلاد في رجالها وفي شبابها وفي بناتها وفي نسائها ويبارك في دولتنا الجزائر أن يحفظها. اللهم احفظ بلاد الجزائر سلمها اللهم من كل بار من وجائر جنبها اللهم في كل ما ظهر منها بطر وفي كل أمورها لكل خير أعنهم إذا ذكروا وذكرهم إذا نسيوا. وهي لهم البطانة الصالحة واحفظنا بمطر عبادك الصالحين وكنا بأسعيك الحصير التي حصنت بها المرسلين والمقربين يا رب العالمين. ربنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب. سر الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. على سيدنا فاتح لما حاسم لما سبق ناصر حق الحق وعلى آله حق الدين العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى العالمين إنك حميد مجيد. تضعت تنجينا بها من جميع الأهوال بها من جميع الأمراض والعهات بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات ترفعنا بها عندك على الدرجات تبلغنا وقت الغايات من جميع الحياة وبعد الممات يا مجيب الدعوات يا سامع الأموات يا قاضي الحاجات. ربنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. في الأشهر
أحدثتني النفس قائلة يا ويح جنبي يا ويح جنبك بالسهم المصيب يا ختمتها. بارك الله.